مساء الخير. الليلة الطلاب ما عاد فيهم يرجعوا واحد من أصدقائهم على الأكاديمية، يعني المهمة صارت محصورة فيكم مشاهدينا. واحدكم بترجعوا طالب من بين علي وهايدي على الأكاديمية، وهلأ صارت الدقائق محسومة كرمال هيك ما تترددوا تصوتوا. ومن هلأ لاشوفكم بالبرايم رح نقوم نحن وياكم بجولة على آخر أخبار الطلاب، والبداية مع نسيم يلي ما عم يقدر يوعى. فين نسيم يا جماعة؟ نايم. تعال صحي تيجي يا رؤى. تعال نصلي. لا ما بقى تعيدها اللي قلت لي اياه هذيك اليوم، لانه ما بقى بدي اسمع شيء من هالنوع ولا شيء. وقلت لك في الانسان بيكون مهضوم بس بيسعى لمطرح بيصير تقيل ببطل مهضوم. لكن بلاش تصير تقيل. انا ايه بدك تروق يعني، بدك تقرر انك مش تقيل حتى تصير لذيذ. مفروض تخلي شيء من الطفولة بس ما تكون ولد صغير. لا مش أحلى، بس ينضج الإنسان بيكتشف إنه بينسى طفولته. طب هيدي كمان نشيد وطني، مش معقول تغلط فيها. هيدي مثل نشيد وطني. يا هلا نسيم، عم سأل عنك مدام كلوديا. قوم قوم مدام كلوديا عم سأل عنك. قوم قوم يلا نسيم. تالي نايمك لغاية دلوقتي. ارهاق ارهاق ارهاق. من ايه ارهاق؟ من قلة النوم. وازاي نايم لغاية دلوقتي؟ المفروض عند صف مارسلينو. خلصنا صف مارسلينو. مدام كلوديا اجت هي؟ مدام كلوديا اجت؟ لا كلمت. كلمتنا يعني. قوم. مارسلينو زعلان منك جدا. عشان ما حضرتش صفه. يلا عندنا رقص. عندنا هاري عوارة. يلا قوم. يلا. ما فيش حاجة اسمها نوي نرقص، أنت ما عملتش رياضة امبارح ولا هتعمل رقص النهاردة؟ عن جد ولا شيء. مش معقول يا نسيم إن أنت بتعمله في نفسك. قوم يلا. البوس ونزل. يلا قوم 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 قوم. بتعرف شو عبالي أعمل؟ أتعلم على الجيتار. صف جديد لهادي عواضة مع الطلاب، هالمرة مش بتجم لأنه هادي حب يدردش مع الطلاب حول أهمية الرقص وكيف ممكن يتقدموا فيه. بونجور. هاي قارب. تعال على الطاولة. على الطاولة؟ شو صاير يا عمي؟ بهالليفينج. هلنا فحص رقص؟ يا ريت. نحن صرنا برايم ناف. اوكي؟ كلكم ببرايم ناف بعد ما بتعرفوا تعدوا. يعني ما حدا منكم بيعرف يعدها صح. ما حدا. Anyway، قبل ما تروح ما بين بيكاونت هو عنده بس 5 6 7 8 تركض من محل لمحل. ديل؟ ما بين ما ركضت من محل لمحل. تأخروا كل الرقصين، بس تأخروا كل الرقصين ما قدروا نطوا، تغلبطت كل الرقصة. يعني أنا واجبي كونوا رقصيني على قد معكم، بس أنتم واجبكم كمان تعرفوا بالضبط كل سنة شو عم تعملوا على المسرح. That's why بدي أشتغل هذا الشيء. كل واحد بليز ياخذ ورقة. هل قد مهمة عنا؟ نحن ما بنقصر معكم، فأنتم ما لازم تقصروا معنا، لازم تعرفوا هذا الشيء كثير منيح. اوكي. نكست. اوكي، بأي تابلو حبلش؟ أو بأي غنية حبلش؟ يا حلو شارك زين. يلا. أربعة ثمانية يلا، لكن حطوا لي أربعة ثمانية فوق، حتى حضن ميوزك. نسيم غار عليك اكزاكتلي. إذا أنا ما سمعتها، إذا أنا ما فتت على أو على الواحد كمل على الثاني مش بقدر شيء. إذا أنا ما سمعت غار عليك 5 6 7 8 شعرت بالغالي في حتى أفرح.
قد ايه؟ 10 10 يعني كم؟ 10 8 10 8 دوين انتهيتنا حتى ما تتغلغل حتى ما تتغلغل فيه ده اوكي كنا زيك بس انا خربت يلا عليك نفسك ضر عليك ما كم واحدة؟ كتب وين عم تلتهي؟ حتى ما تغلغل فيه اوكي 4 8 نفس الشيء كمان ما كلها نفس الشيء يلا شارك شلالات يلا كوبلي يلي شاء ما بعد شلالة يلي للكبرى وحكايا وفقل نساك الله تتالي ومرضى ومرضى ظل عليك دل الشباب حتى ما تقبل بلبي 10 كيف بشبه بعضهم؟ ستة بالأول ستة بالآخر عشرة بعشرة موسيقى مرتين أربعة والرفرا مرتين أربعة صاري هذه عادة بالأغاني أنت بتوقع شيء؟ إيه دايما هلأ شوفون لاحظون كلها يعني نفس الشيء لوجو مات يعني إذا تقسيم غنية مش هيك مش مزبوطة دايما 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 في A B C أو بيان A B A B A B ميوزيك A B ميوزيك أو بيان A B C ميوزيك A B C ميوزيك أو بيان A ميوزيك B C A ميوزيك B C دايما نفس هذه الفارياسيون هذه عندكم A B ميوزيك C B ميوزيك C A A B C B C دي خلصنا من هاي اللي عنده اياها اذا كان عندنا اياها تابلو بلع بلع دي نحن برايم ناف بريك اول ومنتابع مشاهدينا خليكن معنا منتابع يوميات ستار اكاديمي مع صف جديد لمدام ماري يلي بعدها زعلانة من مروان لأنه بعد ما التزم بنصايحها بالغناء باب 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 مين اللي رسمه؟ مين الزهقان اللي رسمه؟ مين رسمه؟ انت؟ قلت مين الزهقان؟ لا انا رسمته الغرض ما عايز مدام ميري تفهمني حاجة عليه في شي طيب مدام ميري في روح اكل انا معك بسرعه ما رح اتاخر كثير يلا روجي كمل هون يلا كمل بس مش قرقر معها يلا روج روج كيفك شو انبسطت منك شو عملت هون اليوم صرت اطلع قولي عمي شو عم بيعمل شو عم بيعمل قلت انا شو عم بيعمل اول شيء شفت الزيح عم بتظبطه ما اجى ببالي انه عم تعمل اسمه هيدا شو اسمه؟ كيبورد هيدا كيبورد نو 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 شو بتسموه بس تشوفوه؟ بيانو انت بتقولي بيانو انت شو بتقول؟ انا بيانو بيانو لو بيانو كله هيدا الخشب وكل شيء ايه بس هيدا لوحده كلافيي انا صراحه اللي من الاربعه ما انا زعلانه منك خليني اياك زعلانه منك لانه ما عم تسمع مني الكلمه بدك توعى على حالك شو عم تعمل ولما انا بحكي يعني مثل امك انا عم بحكي مدام انا شو زعل منك لا بعرف ليش بزعل بعرف يا قلبي بس بدك تعرض هالقد هلا بدك ترجع تعد لي اياها كلها بدك توقف تعمل فوكاليز وبدك تشتغل مثل ما انا بدي انا بدي اقلي جمعه مش قاطع فيني اقطع تعبت؟ لأنه جسمك صوتك بده قوة صوتك أقوى من جسمك
معك خبر؟ ايه بتعبني دغري الان ايه. بتعب جوستمون. ليه ما بتبهرنا هيك لما بتكون عم بتغني بالايفال وبالبرايم وبالما بعرف شو؟ لمين مخليهم؟ شغله مروان كثير عم تدبك قبل يا عمي. ليه يا قلبي ليه؟ بتروح حالك على الفاضي، عندك شانس انك موجود جوا. يو ار ان وهو بقى صرنا بنص البروجرام او اكثر. طيب بعد بدي وحده هلا بلشنا نسكر لانه هيني عم تلفظها هيك. لا شمط دينين، بدك تفكر من هون لتحت مثل فوق. يلا تشوف. لا يا قلبي بعدها مسكرة. ايه عم ترجع لانه بس يسكر بفوت لجوا كمان مرة. يلا فرجيني. نو مش فلت. مي رايحين هيك والآه هالقد وهديك شقلة. يلا لازم جسمك يتعود على الريتم مثل ما انا عم بعطيك لانه عم تختنق. اوكي ما نعمل سبور اكثر. بتعرفوا هذيك المره نحن عم نرقص ايه حسيت في كثير ليه بقى وين القوه؟ عمر مدام عمر عمر؟ يا حرام كنا نفلح فليحة بعمركم. يلا تلتهي بتلتهي بتروح الكونسنتراسيون. يلا وقفني. يلا يا عمي مين عم بيقر هون؟ vous exagérez comment je vais me concentrer avec lui. سبتها مدام. ما في احترام للأستاذ كمان. خلاص بعتذر مدام. نعتذر. يا اوف مدام. هي اوف مش اوف. بدي اقول اوف يا باي. بتعرفي ما في اوقات يعني في مثلا مود انه فايت مثلا عرفت محضر حالي انه بدي اقولها. جوسي شديد لازم يعني لازم تحط. طب انا بركي قالوا لي مساء قومي غني. بدي قوم غني. لا ايه بس انه هلا هيك انه واقف وبدي احضر. لا 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 ما بتصير بروفيسيونيل. تقعد عاقل. انا قاعد عاقل. ايه بدك توقف وتسمع الكلمه بس عالي يا مدام. والله عالي. هي عاليه عرفتي انه هي هيك طلعه يعني. كيف بدك تنجح؟ بدنا ننجح بالطريقه اللي قلتي لي. بالطريقه اللي انا حافظه بطريقه يعني بالطريقه اللي انا كنت اقولها فيها عاده بهي الطريقه مدام الجديده بتضيعني تركيزي بالطلعه. انا بفهم انا بفهمه انا فهمته بس انا بدي جوفي اسيستي. ما بتقلي غلط اذا غنيته انه بتقولي لي انه غلط بس لانه مش انه غلط. لا 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 انه مش مزبوطه يعني عم بيسكر تمه. ما بيعود الواحد يقول واو شو حلو هالصوت. طيب سمع طلع بسكر. هلا بس طلع شوي هيك عم فرفح قلبنا. كرني وصلت له فرفح قلبي. طيب اليوم خلص. ميرسي مدام. اهلا وسهلا فيك بس بليز بدك tu vas prendre en considération شو بحكي. كب كيكس. كيكس مهضومي. شوكولانة عيد. طيب يلا تفضلوا شباب. يلا تعال شوف يلي بدكم. شيل طعم سخنين من تحت طيبين. نسيم خلونا هاي لمروان. اهلا وسهلا فيكم. حبك من قلبي يا ميري وانت يا عيني. حبك من قلبي. طلعت مرسي على الشغل. احلى مين راضي على شو شو بحبهم هالاغاني. بحبه لزياد انا كثير. كمان مرة مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير وبنرجع. <تصفيق)>
منتابع يوميات الطلاب. كارلا رميا وقبل حصتها مع الطلاب التقت بالنومينيز هايدي وعلي وقدمت لهم بعض النصايح ورفعت من معنوياتهم. بونسوار. كيفكم؟ منيح؟ كيفك سبا؟ تمام؟ شو الأغنيات الحلوين اللي اخترتي اليوم؟ قولي بعدين بدنا نكرر شوي. وصار علي. شو؟ عود علي نشوف. والله خلاص هو صار يعني ما في شيء يعني. مساء الخير شباب. يو كلام نسيم هذا تنكسر، هذا ممكن أنا أجلس عليه أنت لا. هو ممكن بس أنت صعبة. معلش إذا جيت أنا كارثة. تعرف المشكلة إنه خلاص الكلام ما ينفع، ما ينفع الكلام خلاص. بس بدي أقول لك شغلة. أنا هلا نسي خلاص ما تعتبرني أستاذ، اعتبرنا أختك الكبيرة. تشرف. ما بدي إياك تحس مظلوم لأنه مش مزبوط. تعرف ليه؟ لأنه أنت من الأشخاص كلكم بنحبكم، عن جد مش عم بمزح، خصوصي بعد هالفترة سوا تقريباً رح يصير لنا 3 أشهر، بحكي عن حالي. صار في هيك معزة خاصة لكل واحد منكم، وكل إنسان منكم فرد شخصيته وأخلاقه غير أصواتكم يعني. أنت من الناس اللي فعلاً هيك تركت أثر طيب، مثلت بلادك أحلى تمثيل، فرجيتنا صورة الشاب السعودي، مش عم بحكي طبيعك حكي يعني، مش مضطرة أقول لك إياهم، بس فرجيتنا أنا شخصياً، فرجيتنا صورة الشاب السعودي المحترم الرائي المهذب اللي فعلاً بيحترم الناس، بيعاملهم بطريقة كتير حلوة. صح. وهيدي حقيقة مش عم أقول لك إياها تجاملك، فأتأكد إنه ما في شيء شخصي لا مني ولا من أي حدا ولا من إدارة البرنامج ولا من أساتذة. لا 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 ما ما بس في قصص يمكن أنتم ما بتشوفوها لأنه أنتم بتكونوا كل واحد منكم عم يشوف حاله. كنا واقعيين، بعرف بتحبوا بعض وبتعيشوا مع بعض بالأكاديمية، بس بالنهاية كل إنسان منكم بهمه حاله، صح؟ أقرب شني أقرب الشخصين في الأكاديمية البعض. هي الصعوبة عليكم بعرف، بس بدك تفكر إنه في معايير بنشوفها نحن من بعيد. أنتم ما بتشوفوها وحدكم لأنه كل إنسان بيبقى عم يشتغل، هو عم يشوف حاله، عم يتطلع بحاله، ونحن اليوم مش بأول البرنامج. أنا عارف. نحن اليوم بمرحلة صدقني ولا أصعب علينا. ولا أصعب علينا، إنه أنا كتير صعب علي كتير، عم بقولك إياها من الآخر، إني سمي هايدي لسبب، لأنه أنا فعلاً يعني بآمن بصوت هايدي بأي طريقة، بآمن ب أنا بيعني لي صوتها مثل ما بيعني لي صوتك. بس يعني أنا اليوم هايدي بشوف إنه يمكن ما بتخيل كنت إنه بيوم الأيام أنا بسميها نوميني، بس وقتها أنا بدها تجي هايدي تعمل خضة باللي عملته، بدي أجي أضطر سميها. ونحن اليوم بمرحلة دقيقة، كل حدا منكم معرض، وقلت لكم كل حدا معرض، والبشع أبشع من هول كلهم إنه كل أسبوع حدا بده يفل. يعني عد نحن قد إيه بعد عنكم أسبوع، كل حدا منكم كل أسبوع حدا بده يروح، هيدي الصعوبة. يعني اليوم إذا فلت هايدي أو إذا فلت أنت، أنا بالنسبة لي رح بيكون شيء كتير شخصي مزعج لإلي، بس بالوقت نفسه هيدا البرنامج وبده يكفي. وعن جد بتمنى لكم من كل قلب الاثنيناتكم التوفيق شو ما تعملوا بحياتكم. بتمنى شغله يعني بعرف هلا ما رح نحكي بقى بالموضوع لانه نحضر البرايم، ما بقى رح نجي نحكي ونقعد نزعل وهيك، بس بدي اقول لكم عن جد تذكروا كل الاشياء اللي مرقت معكم بهالاكاديميه، لانه فعلا هيدا اشياء مش هين واحد يحصل عليها، واعرفوا بحياتكم تختاروا المناسب، ما تتهوروا يعني ما تعملوا شيء هيك على انه من دون ما تفكروا، مش حلو. درسوا خطواتكم مظبوط لانه في كثير ناس برا ناطرتكم تعملوا اشياء حلوه ان شاء الله، وبس تظهروا رح تتفاجئوا كلكم. لنا شرف وانا بالتحديد لي شرف كثير انه تعاملت معك، وانه انا في يوم من الايام عرفتك اني اشتغلت معك. انا كمان عن جد بتشرف اني تعرفت على شاب مثلك باخلاقك بنفسيتك وبفنك. خلي ليك يا. وخلاف جديد حول اختيار اغنيه كان محور صف كارلا هالاسبوع. كنت مركزة صح، فينا نضبط هيدا؟ لأنه كلها رايق، عن جد كلها رايق، يا رب تبارك بارك 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 بتزيدوا. خذ اللي بغيت، إنه ما عنديتش مو ما بجنبش أصلا، مش عارف أنا كورال رح يكون في كورال أنا حسن أو إنفورم دو كوست كيستيون ريبونس كيستيون ريبونس على بعضهم. ليش زعلانة؟ اول شيء انا اثنيناتكم بكون تعرفوا انا بقرش، انت اللي بتقعي هو كيف ما بدنا دغري نزعل ونعصب ونعمل مشاكل. انا ما عملت مشاكل، بس انا حبيت اسمع الاثنين حبيبي. بدي اقول لكم شغله، اثنيناتكم ايهاب ونسيم
ما حدا منكم يقرر ويزعل. ما كان قاقعش عشان زعلت. ما كان قاقعش هو اوكي من الاول كيقول لي انا ناخذ هذه انا غناخذ هذه كيقعد قبل انا قلت لي صافي اهم شيء بدك تروح شوي وتحكي لنا بس افهم عليك قلت لك من الاول هو بيقعد من الاول بيقعد اما بتجي اغنيك وكان غني هاي شو هالازرق الحلو انا ما قلت اغني وهذه اوادي بس انت بدك تسمع الاثنين بدك تعرفوا كثير منيح انه بالنهايه نحن بنقرر شو بدكم تغنوا وانا اللي قاعد بكل شيء اللي برافو بعرف بعرف انت عارف انه اصلا انا هو عنده مشكله بالرقم حبيبي عنده مشكله بالرقم بيقدر يغني اوكي لحظه هو غنى غنية كلها راقبل بالبرايم وغنيها انت هلا ليش فايت من اول ما جاي من هونيك مقرر انه مش رح تغني زهرة في خيالي هلا عم نسمع اذا شفنا هيدي طالعه حلوه معك وهيديك طالعه حلوه معه بتغنوا اثنيناتكم مهم ينجح المدلس اثنيناتهم سوا مهم يكونوا حلوين مش مهم مين بيقول هي ومين بيقول هي انا اللي بغيت ما تبقاش تحنقص صح شنو تحنقص انا اللي جاني غنغني جيني يا بتجيني هذه كامله نغنيها انت وين الورقه نتاعك هذه ورقتي ورقتي اللي بنتين المشكل اللي كدك تبقى تحنقص عليها لا انا بتهد لا انا بتهد حد صغار احد يا صاحبي اللي قرات وهي اللي غتكون وكنت تعقد وكنت مش كتقول والله حبيت نغني الاثنين كل عن غنوا الاثنين كنت مع بلاد حنقيزه صاحبي ماشي مشكله ورقتي وورقتي هذه ورقتي ورقتك ويني ورقتك فين اعطيتيني شي ورقه بعدا لا ورقتك انت خرجت وخليتها في الديمو جي كروا يلا نشوفوا هذه ورقتي اصلا كنت جايبها في يدي خليها في يدك قلت انا صاحبي انت يا قال لي غني معاك وحقك خلصتوا قال لي غني معاك خلصنا هاي في نهاية لا لا ما بينا شيء ما تخلونا اعمل لكم هيك شو انت مزبوط اوكي كي تصرف داك التصرفات ديال الدار الصغار صاحبي ثاني اللي جات من الله مرحبا بها يلا حفظ البارول نسيم فتح فمك وبس لان تسطربو ميرسي يا ثاني مره بس اعطيك تانا انت ما تعمل لي هيك بليز مدام لا والله كان بليز اطلبك مدام بليز مره اخرى يا ربي يا رب اذا بقينا ما اغني مع الشخص بليز هلا انا عامل فيه الزلمه عامل فيه رابع اغنيه شارع فيها ده انا كويس انا مش معاهم المره دي كنت زماني موتته رابع مره يعمل نفس المشكله ويخش البنكره هيغني ايه وفي الاخر ينسى يشيل البرايم يلا روح اخر بريك بحاله الليله وبنرجع نحن وياكم مشاهدينا خليكم معنا أخبار الطلاب ما خلصت بعد لليلة وتحديداً أخبار حنان ورفيال فمين إلى غير رفيال لما تشعر حنان إنها بحاجة لنصيحة أو معنويات لتتابع مغامرة ستار أكاديمي بكرة بكير قبل ما يكون كلكم بدي روح بكرة عشرة ولا تلت بتكون روح ايه مش توع بكير لا يلا طلع نام معك ست سبع ساعات نام فيهم يلا قومي ايه مش خمس سوين ابو شو؟ خمس ثواني بطلع ما تأخر بكرة تتعاملين كلهم مثل الخلق عارف بيتفلى بكير يا رب ما يكون عندي كتير رقص لأنه عن جد شو؟ إن شاء الله ما يكون عندي كتير رقص حنان ما تخافي من شيء أنت هون لتكسر الدنيا ما تخافي بعرف إن شاء الله يكون عندك 100 با طلعي عندك حضور وعندك كل شيء وعندك صوت وعندك كل شيء طلعي اعمل اللي بدك إياه على المسرح مش كثير فاني أنا بجيكي فرص كثير يا حنان ثبتي حالك وين ما كان مش ثبتي حالك بس انك بتغني شو؟ مش ثبتي حالك بس انك بتغني ثبتي حالك وين ما كان بشو يعني؟ هذا بلوس إلك انه بس يعطوك تابلو بعرف هذا بلوس إلك تتثبتي حالك لتكون انا لتكون بليفل عالي غير الكل انا بتعرف انت اللي بياخد تابلو يعني شغلة قادرين يحطوا ثقة فيه عرفتي كيف؟ وانت ريحتيهم اوكي غلطتي محلين وين؟ ثلاثة بتابلويات قبل؟ لا محل واحد بتابلو محل واحد بس تعلمي منه بس مزبوط. كان عندي تابلويات يعني تابلو واحد ما عملت فيه طيب اوكي تعلمي منه بكره انت يعني هيدا التابلو انت حنان انا غنية بتلبق لك وكل شيء بيلبق لك وحيكون اكيد ستيل حلو ان شاء الله بس ما تخافي ان شاء الله عطوكي تنزلي من السقف تنزلي من السقف بدي اوكي خلص مستعدة أنا أصلاً يعني ما تقولي إنه ما مش هيك قصدي يعني كتير حركات لا مستعدة لكل شيء شو ما كان
لانه هن اذا عملتوه كثير حركات ليكون طابلو وهيك ما هن ما بزيدوا حركات ليتعبوك ما انه اكيد وانا مستعده اكيد يعني عندي انرجي للطابلو ان شاء الله بكسر الدنيا بعيد الطابلو كل نجاح بتنجح فيه صدقيني بي بشو كل نجاح بتنجح فيه بالبرايم بشوفوا العالم صدقيني هذا اهم من كل اليوميات عم نعيشها فيكتور كيروز وفريقه مثل كل أسبوع زاروا الطلاب ليقوموا بجلسة جديدة من الريلوكينج. فيكتور فيكتور يا أولاد طب ولا واحد منكم مستفيد ليش هالقد مبسوطين انا بدك تصلي اليوم في الشارع كيف شو بدك تقص ولا واحد منكم مستعد انا اقول لك استفيد يا فيكتور النهارده دوره بتقول لي عملتي نيولوك مع فيكتور اوفر تو ماتش يا دينا شوف الشعر شوف الشعر هلا بدنا نظبط مالك شعر اوفر تو ماتش هتظبط لي اياه تعمل فيه ايه بدنا نظبط شوي صغيره هتعمل ايه قول لي يا فيكتور مش لازم اسافر فيكتور سافر يلا ما راح تصلي فيكتور اذا مش لاقي حد تعمل حاجه فهتعملي في شعري انا صح؟ مفيش مفيش انا طبعا ومنين كراكيرو؟ مفيش كراكيرو؟ مفيش كراكيرو كده؟ يلا يا فيكتور يلا انتوا عارفين انا شو بدي اعملها اليوم لهايدي؟ بدي اعملها شيء اسمه كولر كونتورينج بالشعر هي علمتكم ايه جيهان بالمكياج انا بدي اعمله ما فيكم تعملوه انتوا ما فيني اعلمه لانه لازم حدا يعمله يعني هتعمل لها ايه الوان يعني ببعض؟ يلا ليك بدك تعمل لها ريفليس على التنات كاتر شيلي لي وهنزل اغسل تاني وانت كل مره تجيب لي موني يبوظ لي شعري ويمشي كل مره تجيب لي موني يبوظ لي شعري ويمشي ليك مدير في شقر بالرب يلا هلا ليش كله ما بينفعنا هلا مين بدنا نحن؟ هايدي علي وين؟ علي عم يتمرن مين عم يمرنه؟ توني بيه خلص بلا ما يمرنه توني يلا فاتوا لغير شوفوا I want you to breathe me Let me be your air Let me roam your body freely No inhibition, no fear How deep is your love? Is it like the ocean? تقص هايدي؟ عايزة تقصي؟ لا هذا الكولور كونتورينج هذا يطلع حلو بقى مش أشقر قوي يا فكتور؟ لا يا هايدي Tell me who I am Let me in on all your secrets No inhibition No sin How deep is your شفتي شو حلوين؟ فتحنا هون تنوسع هون وغمقنا هون من ضيقه وفتحت لك من تحت لوسع الضعف هون شفتي كيف شفتي بس ما كتير مبين مغير لا هذا الحلو فيه ما حسيتش يعني انا كنت الاول لما انا حبيت بصراحه قبلها كنت خايفه بس شفتي ازاي يلا هايدي نعيمه ميرسي فيكتور بتشو اللي بيلك ميرسي فيكتور شفتوا النيو لوك صوتولي بقى رقم واحد اشق خاطري صوتولي ميرسي فيكتور نعيما هايدي منزل بقى بهرهم تا بدنا نودع على فيكتور ودع على فيكتور روق يلا باي Thank you.
قبل ما ودعكم مشاهدينا مرة جديدة بدعيكم تصوتوا لهايدي وعلي، وأنا بلاقيكم بعد شوي بالبرايم. باي باي. والله شيء أكيد لك يوم بيوم يوم بيوم عم بيزيد لك أنس والله من عنده بيقلك بيعمل بك يا مجال جديد اليوم والله شي رحلة لك ما بل بتقلك من عنده يقبرني بربك أنيس بور أحلى ويلا والله والله ما شاء الله ديرنا عمري فينا بها السهرة القوية رح غني لك بها السهرة القوية رح غنيها الغنية كرمالك يا خي علي لك عراسي أهل السعودية يلا